ورجعنا لكم بعد الفصل ومكملين معاكم قعدة صبايا. يمكن الفقرة بتاعت دلوقتي من الفقرات أصلا اللي هي محببة على قلبي أنا شخصيا، اللي بستناها عشان أشوف إيه الحالات وإيه هي الإنجازات اللي تمت الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبله، أو يعني تلبية الاستغاثات أو النداءات اللي حصلت من أهالينا. معانا فقرة مؤسسة أهل بلدنا، ومعايا زميلنا الإعلامي الأستاذ حسن نجاح. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا أستاذ رشا، وكل سنة وأنت طيبة. أهلا بيك أستاذ حسن. عايز أعرف منك إيه هي الحالات أو إيه هي الإنجازات اللي حصلت معانا، ونبدأ الأول بالحالات وناخد في الآخر الإنجازات إن شاء الله. بص يا أستاذ ريهام، هو مبدئيا إحنا اللي بنقدر عليه بنعمله للناس أول بأول، تمام؟ إحنا كان معانا إن شاء الله الفقرات اللي فاتت والحلقات اللي فاتت كان معانا راجل كفيف، إحنا ربنا قدرنا وساعدنا، وكان معانا شاب عنده أو راجل عنده 53 سنة طارق تقريبا، طارق، وربنا قدرنا وبرضه عملنا له مشروع. ومعانا الفقرة اللي جاية حد فقير ظروفه تحت الصفر، بنعرضها برضه علشان نساعده ونعمل ليهم مشروع للأسرة اللي هتبقى معانا. وإن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله ربنا يقدرنا ونكون عملنا معهم إنجاز أو عملنا لهم مشروع، نلحق نعرضه الحلقات الجاية إن شاء الله. الفقرة اللي جاية إحنا معانا أسرة، رب البيت كان راجل شغال أرزاقي باليومية، وأصيب بمرض، والمرض جاب مرض وأصبح قاعد الفراش. الراجل ده إحنا صورنا مع الأسرة ديت، والراجل شاء القدر إن هو توفى، ولكن إحنا عاوزين نساعد الأسرة لأن الأسرة معدمة ظروفهم تحت الصفر، يعني احنا ما لحقناش تقدموا له حاجه لان هو توفى الله يرحمه. فالاسره بتاعته هو الحاله كانت طبعا يعني زي ما انت بتقول معدمه، فهو معدمة. توفى وباقي اسرته يعني نحاول نلحقهم بالظبط كده. اللي يقدر من الساده المشاهدين يساهم معانا علشان نعمل ليه مشروع زي باقي الناس اللي احنا هنعرض انجازاتهم بعد التقرير ان شاء الله. ارقام التليفونات على الشاشه. طيب يتكلمين. ان شاء الله. ولكن عايزين نشوف بقى، يعني ما ندخلش كده على الناس، احنا عايزين نشوف طارق الاول، نشوف الحاله دي وايه اللي حصل، قولي بقى فيها الاول كده في عجاله. نشوف الانجاز الاول يعني. بالظبط احنا كده. طارق ده كان سنه 53 سنه، وكان مصيب، كان عنده، ما كانش متجوز تقريبا، ما 53 سنه وما اتجوزش، من الفقر اللي فيه، من الفقر اللي عنده وظروفه الصعبه، وكان برضه مريض، كان عنده سيوله في الدم، وكان عنده رجل قصيره. فاحنا ربنا قدرنا جبنا له 1000 قطعه، ما يقرب من 1000 قطعه ملابس، وجمعنا له مبلغ 5000 جنيه علشان ايجار المحل اللي هيفتحه، وان شاء الله متابعين. الملابس دي جديده للمحل؟ طبعا. يعني انتوا عملتوا له طب انتوا ده مصورونه صوت وصوره؟ طبعا. طب تيجي نروح نشوفه؟ يلا بينا. يلا صحتهم وعافيتهم وشيلوا المرض من جسمهم، وربنا يخليهم يا رب للغلابه. وربنا يبارك لك يا استاذ حسن، ربنا هو يخلي المؤسسه والمكملين عليها اللي وقفوا صح معنا. طيب ده مبلغ 5000 جنيه اهوت علشان لو انت هتاخد محل تحط فيه بقى شويه الملابس وتبتدي تشتغل واحده واحده كده، تبدا وهتكبر ان شاء الله باذن الله، بحسك وبحس المؤسسه وبحس الناس. احنا جايبين لك لبس اطفال على حريم على رجالي، تشكيله من كل من كل حاجه، يعني ما يقرب من 1000 قطعه ملابس. وده اللي قدرنا عليه يعني، ولو ربنا مدينا كمان يعني هنعمل اكتر من كده. ربنا يبارك لكم ويصحكم ويعافيكم، وشكرا يا استاذ حسن على اللي انت وقفتوا معايا وعملتوا معايا، ربنا يبارك لكم. الحمد لله والشكر لله ولكم. كنت مصدق ان احنا نقف معاك؟ لا ربنا، والله بترن بقى بقوله وهو ما سجله ومشي والله بس الحمد لله، والله الفرحه مش يعني والله.
يعني بصراحة الفرحة والحاج طارق والإنجاز اللي عملته مؤسسة أهل بلدنا بجد، إيه ده يا أستاذ حسن؟ شوفي الناس بعد ما هو أنت كنت جايبه يائس ومتضايق وكره الدنيا وحياته والاكتئاب اللي كان ظاهر عليه، للفرحة وفرحته بالحاجات اللي حضرتك، جت منين فكرة الملابس وجمعتهم إزاي وفي قد إيه؟ هو اولا احنا بنشوف المكان اللي ينفع فيه المشروع، يعني انتوا دايما كنتوا دايما تقولوا ايه، هنجيب كشك ونعمل سوبر ماركت. طبعا اول مره بيتهيالي موضوع الملابس، احنا بنبص للمنطقه اللي قاعد فيها طارق. لو في جنبه محل ملابس ما بنعملوش ملابس، بنعمل حاجه تانية. فاحنا بندرس المكان اللي موجود فيه وساكن فيه الحاله نفسها. فطارق احنا المنطقه بتاعته يعني ما فيهاش محلات ملابس، فاحنا فكرنا في ده. احنا انا نزلت انا والجروب بتاع المؤسسه بنشتري ليه والناس تانية، مش لطارق بس، كمان بننزل المحله بنجيب كم كبير من الملابس جمله علشان تبقى الاسعار قليله. بننزل العتبه برضو بنجيب كم كبير وبنجيب تشكيله، بحيث ان المشروع يشتغل، اللي مش عاوز ده هيلاقي ده هيلاقي ده. وكل حالة بنحاول نجمع لها اكبر عدد. بتجمعوا بقى من المصانع وكده ولا بنجيب جملة؟ بنجيب، بنتعامل مع مصانع وشركات جملة، علشان اللي يهمنا برضو ان السعر يبقى قليل والخامة نظيفة، يعني يقدر يحقق ربح يساعده على المعيشة عشان يكسب. زائد ان احنا بنجمع كمان مبلغ علشان ايجار المحل، نقدر نسد له 5-6 شهور من الايجار على ما يشتغل ويكسب وكده. طيب استاذ حسن بقى، يعني انتوا خلاص عملتوا المشروع وجبتوا الملابس وكده، طيب هو لما يبيع وكده انتوا عرفتوه برضو ينزل يجيب منين؟ بنتابع معاه، يعني بتتابع لما بيخلص حد منكم او مندوب او كده تبع مؤسسه اهل بلدنا، بيعرفوا بقى يجيب من هنا، بتروحوا تتواصلوا معاه عملت ايه عايز ايه، بتروحوا برضو تكملوا اللي انتوا بنتوه بقى؟ طبعا طبعا. وفي حالات بنقعد معاها بالسنه، يعني احنا حاله احنا شغالين معاه بنعالجه لحد دلوقتي، بقى لنا 7 شهور معانا حاله بنعالج فيها، عنده شلل، وان شاء الله الايام الجايه هنعرض عليها. فاحنا اللي ما كانش ليها علاج حقن خلايا جذعيه، فاحنا ما بنملش، هو ده شغلنا، يعني احنا ما بنملش، ممكن نقعد بالسنه متابعين مع الحاله لحد ما نتاكد ان هو وقف على رجليه. وبقول للساده المشاهدين، اي حد عنده مشكله يكلمنا على ارقام تليفونات البرنامج، انا بقعد يوم الجمعه. اي حد عنده مشكله واي حد عايز يتبرع لمؤسسه اهل بلدنا، او شايف ان الحالات اللي بنعرضها محتاجة التبرع، طبعا ما تتأخروش، والأرقام ظاهرة على الشاشة. انا بقعد يوم الجمعة يوم اجازتي بسمع كل مشاكل الناس، فبقول للسادة المشاهدين اللي عنده مشكلة ان شاء الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يكلمنا على الأرقام دهيت، وانا بسمع بنفسي مشاكل الناس، لان انا بحب اتاكد من المعلومه، وبنزل بتابع البحث بتاع الحاله اللي بنعمله، وبتابع مش في كل حاجه بس، يعني لا لا كل المحافظات، يعني باقي المحافظات، يعني هو مش مقتصر مؤسسه اهل بلدنا على القاهرة بس، ولكن باقي المحافظات. وطبعا الأرقام ظاهرة على الشاشة، أي حد عنده مشكلة أي حد محتاج حاجة يتكلم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. احنا كمان معانا انجازات تانية ولا في حاجة؟ معانا التقرير بتاع الحاج محمد ومراته واسرته، ومعانا انجاز بتاع الحاج محمد الكفيف، عاوزين نشوف بقى التقرير اللي يقدر من السادة المشاهدين يساهم معانا نعمل للأسرة اللي جاية مشروع، يبقى كتر خيره، لانهم ناس تحت الصفر معدمين. ده اللي الحاج محمد توفى الراجل طيب نروح نشوف التقرير، يلا بينا. فاطمة مرات الحاج محمد هي تحكي مشكلتها أفضل مني. قولي يا حاجة إيه اللي حصل ليكم؟ الراجل ده كان بيشتغل وكان حيل، وقام جاي لي جلطة في القلب وجاله السكر، وأنا اللي بجري عليه هو والبنتين، مفيش، والسمع ما عادش بيسمع ونام زي ما أنت شايف كده، وما حلتش، هجيب منين؟ مفيش، أنا عايزة بس حد يساعدني بأي حاجة.
ساعدوني بأهل أهل البلد، يساعدني بأي حاجة، ساعد البنات دهيت وساعد أبوهم أجيب له علاج. أنا كان عندي بوتجاز مديونة بشيك وأنابيب وبيحته، هجيب منين؟ أنا عايزة بس حد يساعدني ويجيب لي أي حاجة ساعد البنتين وأبوهم معالج أبوه. يعني انت ما وديتيش ابوهم يتعالج؟ مفيش فلوس تروحي توديه للدكتور؟ معيش فلوس، انا رشطته هي وتحاليله وكل حاجه وبجري بيه، مفيش، معيش فلوس، هجيب منين؟ ما حلتش حاجه عشان اجيب بيه، ما حلتش. انا عايزه بس اللي يساعدني باي حاجه، يساعدني باي حاجه اجري بيه اعالجه واجري بيه. مفيش اي حد بيساعدنا الا بيت المال بيجيب لي ايه، بيت المال هيجيب لي ايه؟ مفيش حد بيساعدني، عايز حد يساعدني ويجري معايا يصرف عليه ويصرف على البنتين. انت عندك البنات طبعا على وش جواز، عاوزين جهاز ليهم. عايزين جهاز ليهم، هجيب منين؟ ما حلتيش اهو، ما حلتيش. والشتا بينزل عننا في الشتا الحته الاوضه دهيات ابويا مديها له وقاعده فيها اهوت، والدنيا بتشتي علينا في عز الشتا. جات لنا ناس عملوا له الحته دهيات وسابوها. عايز حد يساعدني، عايز حد يساعدنا ويقف جنبنا يا اهل الخير. عايزين حد يشوفنا ويشوف حالتنا ده ايه وبص علينا. احنا يا جماعه عاوزين نعمل للاسره دي مشروع ياكلوا منه لقمه عيش. الحاجه نعمه تقدر تصرف على جوزها المريض وتقدر تجهز بناتها اللي معانا في الكادر. محتاجين جهاز عروسه. ادي ام وادي والدتهم ست بتشتغل علشان تقدر تجيب علاج جوزها. انت عندك ايه يا حاج محمد؟ انا عندي السكر وعندي القلب. القلب جايني بقاله سنة، السكر بقاله 5 سنين، وما عدتش بقى وعندي خشونة في رجليها، ما عدتش بقدر أقف على رجلي، مش بقدر أمشي خالص. يعني العكاز ده واحد جايبه لي كده، والعرس اللي أنت شايفه ده جماعة جم السنة اللي فاتت وهي نايم، والله والله أما معرشين للقطين ده لقوا الشتا نازل عليك. الشتا نازل علينا أبو المرتبة اللي نايم عليها دي، واحد جاي حضرتك جايبني مع الكنب أم جايب لي المرتبة دي بتاع الشركة. ما أقدرش بقلب، ورحت أكشف عند دكتور القلب يقول أنت عاوز 5000 جنيه، مش عارف يجيب لي إيه ويجيب لي إيه. بإيه ده يا دكتور قلب 5000 جنيه؟ انت ما معكش تمن العلاج بتاعك والكشف يا حاج محمد؟ نعم. ما معكش تمن الكشف والعلاج بتاعك؟ العلاج معاك فلوس تجيب العلاج؟ يعني بقبض 450 جنيه، مش شوف الكهرباء والمية يعني بيا 300 جنيه، 27 يا يجفوق ب 20 الكهرباء والمية 300 جنيه، يسيبوا 20 يزيدوا 20 على طول. الكهرباء والمربى 450 جنيه، ما معيش ولا اي علاج. يعني مرتبية بعت البوتجاز من وراي عشان تجيب لي علاج، كان عندها انبوبة بعتها عشان تجيب علاج. اما قعدت 3-4-5 ايام ما اخدش انسولين ولا اخد علاج السكر، لما اخذ بقت الماء تنزل مني غصب كده غصب، ما بترجعش بيه. يعني ظروف والله 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 اللحمه دي ما جابتش من العيد. المرات اللي بتجري عليك وتطرح لي مية تجيب عيش، أقسم بالله أنا متعشي ليلة امبارح ولادي دول واكلين عود خضرة من الغيط جايباه وهي جاي وعيش، وأنا واكل رغيف بدوق ما في سنان ما بعرفش أكل الخضرة. جابوا لي شوية دوقة بملح كده، قعدت أغمس الرغيف وآكل.
الظروف يعني، وبقالي 5 سنين الحته اللي احنا فيها ديت قبل يعني اتعشى رغيف عيش وشويه دق زي ما قال. وفي حد في حضراتكم، حد في حضراتكم النهارده يعرف الدقه دي شكلها ايه؟ في حد يعرف ياكلها؟ ممكن تسمع عنها لكن حضرتك عمرك ما شفتها. في حد النهارده بياكل عيش ودقه؟ شفتوا الفقر عامل ازاي؟ الفقر وحش ازاي؟ طب بالله عليكم واحد زي الحاج محمد واسرته دول، لو انا ما نقلتش لكم صوتهم يروحوا فين؟ بالله عليكم الناس دول احق ان احنا نوصل صوتهم ونقف جنبهم، ولا اللي بتشوفوه مع الفضائيات احق؟ كنت متخيله في يوم من الايام ان تتحط في موقف صعب زي ده وظروف زي ديت؟ لا والله يا استاذ ما كنت متخيله ان انا هقعد القعده دي وينام كده ونحتاج كده ونجري كده ونقول يا اهل الخير ساعدونا ولا حد يقابلني باي حاجه والدال. ما كنتش مصدقه اللي هو هينام النومه دي، وربنا معانا وربنا يعيننا عليه، بس حد يساعدني باي حاجه برضه، ساعدوني كده عينكم صواب والله يفيدني، عينكم صواب معاني يا اهل الخير وحضر الناس جات لنا لغايه بيتنا، عينكم صواب فيني في المساعدة عشان خاطر البنتان وابوه. بناتك في المدارس؟ اه الاثنين في سنه 6 ابتدائي. اه معلش اجيب يا استاذ. انت اسمك ايه؟ انت في سنه كام يا هب؟ 6 ابتدائي. انت مين اللي بجيب لك لبس بتاع المدرسه؟ الناس بتدي لكم يعني؟ اه. انت اسمك ايه؟ سنه كام؟ 6 ابتدائي. 6؟ انت طب نفسك في ايه يا فاطمه؟ نفسي ابيع خيف ومسدد الديون اللي عليه. امك عليها ديون؟ عليها ديون قدين؟ 3000 جنيه. كام؟ 3000 جنيه. سالفهم من الناس؟ طبعا ده حال أسرة مأساوي، حال مأساوي، والبيت زي ما حضراتكم شايفين، حتى أنا هدخل البيت اهوت كمان مفيهوش حاجة يعني، معروش بالغاب، الدنيا لو شتيت بتتبهدل، مفيش. تشوفوا منظر السقف ومنظر الحاجة، ده حالهم على الطبيعة بنقله ليكم. مشيت مشوار طويل والله، سفر زيادة عن 5 ساعات سفر، 5 ساعات سفر علشان اوصل صوت ناس غلابة زي دول، علشان نقف جنب ناس غلابة زي دول نساعدهم. اعمل لنفسك صدقة جارية هتقعد ليك طول العمر، وفرج كربة من كربات الدنيا على حد من اهل بلدنا. انا هاخد كلمة اخيرة من الحاج محمد قبل ما اختم الفقرة مع حضراتكم. لو في حد هيساعدك يا حاج محمد، لو في حد من اهل الخير، لو في حد من اهل الخير هيساعدك وفتح لك مشروع تقول له ايه وتدعي له بايه؟ لو في حد هيساعدك تدعي له بايه؟ يبقى من عند ربنا، وربنا اللي يكافئه، وربنا اللي يكافئه، وربنا اللي يكافئه، عشان خاطر ده، عشان خاطر المريض ده قديم مش ليلي وما ياكلش. والله والله نفسي اكل اي حاجه. انت ما اكلتش؟ مفيش اي حاجه. مفيش فلوس تجيب اكل؟ الحمد لله ربنا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله عاوز اجيب علاج من اللي عارف، عاوز اجيب اي حاجه لقلبي من عارف. ديت على الفلوس الاجل خلنا رضاها كم مره، وريت لما بعت بالتجار، بعت كان عندي ابوه، بعت من وراي، بعته من وراي، وما اعرف الا بعد ما بعته. يعني الظروف الحمد لله ربنا هو اللي يكفي اللي يساعدني، وربنا يكافئه باللي بيساعد اللي مساعدها. والله والله ربنا اللي يكافئه، ومن عند الله، لانني ظروفي ما اعمل ايه يعني،
لما اخذ ما بقدرش اروح وجيب اللي ركز دوت بركز بريحة مش بصراحة الجامعة حتى صلي الجمعة اي حاجة كده وصلني نفسي. الله يسترها معاهم اللي يساعدنا باهل الخير ويساعدنا عشان البنات والراجل اللي نايم في الفرشة ده، ربنا يسترها معاكم يا رب. ما تقعوش في ضيقة زماني وقع في ضيقة، ويسترها معاكم بحق جاه النبي، وما تشوفوش اللي احنا شايفينه. عاوزين نعمل لهم مشروع ياكلوا منه لقمة عيش، ده حالهم وادي وضعهم على الطبيعة، بننقله لكم زي ما هو زي ما هو بدون تجميل. جينا لهم هو فجأة ده شكل البيت وده حالهم وده مرات الحاج محمد وادي بناتها جوز عريس على وش جوازة هوت، وادي رب البيت نايم مريض مش لاقي فلوس العلاج. فاحنا بنزيع على حضراتكم الفقرات دي علشان نساعد صحابها، علشان نفرج عليهم كربة، علشان نحل مشاكلهم. اللي يقدر يساعدهم يكلمنا، ارقام التليفونات على الشاشه. هاخد كلمه اخيره من الحاج محمد. كلمه اخيره يا حاج محمد، نفسك في ايه؟ ها؟ نفسك في ايه؟ نفسك ايه؟ اقول لك نفسي في ايه؟ عاوز اكل، ويا ريت اي حاجه اروح الجامعه بس نهار الجمعه. اي حاجه اروح الجامعه نهار الجمعه. مانيش بالنسبة لتعب قلبي ما بلحش امشي. العكر دوت راجل جايبهولي بتاع الحديد داي، راجل جايبهولي جيت اجرب نفسي، رحت لما ليه هناك كده قمت واقف، قمت واقف مانيش قادر امشي خالص، ونفسي اروح الجامع كده اصلي الجمعة بس، اصلي الجمعة بس، والعلاج بتاعي مش عارف يجيب العلاج. يعني مراتي بقت بتجاهد من وراي، ما قالتليش عشان ما تزعلنيش، بقت الأنبوبة من وراي عشان ما تزعلنيش، وهي اللي بتجري في الغيطان ويا دوبك بتجيب الرغيف في العيش، وأقعد ياكلوا بقعد خضرة بشوية دقة بحتة حاجة. أنا قلت بالبلد والله رغيف بشوية دقة بعيش، وانا الحمد لله وربنا يسترها معه يساعدني، ربنا يسترها معه وكب بده يعمله معه، بده يعمله معه يا معه البنت انت، ربنا اللي يكبه. يا يعني المرات اللي بتجري عليا بقى لها 5 سنين، طبعا رجعنا بعد التقرير وشفنا المأساة، يعني مأساة بجد بمعنى الكلمة. طبعا الحاج محمد الله يرحمه مات. أستاذ حسن، الحاج محمد الله يرحمه مات، ولكن هتعملوا إيه لأسرة الحاج محمد؟ والله إحنا الأول بنشوف المكان ينفع يتعمل فيه إيه، بحيث إن أي مشروع نعمله ينجح، وفي نفس الوقت بنشوف يتناسب إيه مع مراته ومع أولاده ليقدروا يشتغلوا فيه. يعني مش أي حاجة كمان ينفع تتعمل لمراته وولاده الأيتام. فاحنا بندرس الاول ايه المشروع اللي يقدروا يشتغلوا فيه ويفهموا فيه ويقدروا ينجحوا فيه، وبندرس المكان ايه اللي يمشي، بحيث ما نعملش مشروع يكون جنبه مشروع تاني يوقف ده. فاحنا بنشوف الاول ايه اللي يتناسب وايه اللي يمشي معاهم. انتوا بالفعل درستوا ولا لسه هتبعتوا حد يدرس ويشوف الدنيا فيها ايه؟ لا، احنا ال- 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 الفريق بتاع المؤسسة شغال طول الاسبوع وشغال كل يوم عند ده وعند ده وعند ده، فاحنا بالتالي احنا عاملين حسابنا لكل الفقرات اللي عندنا، ولكن ولكن احنا بيعقنا طبعا الماديات او التبرعات في الوقت ده هو بتبقى قليلة جدا. ولكن انا بقول للسادة المشاهدين ان الجنيه اللي حضرتك
بتطلعه في الوقت الصعب ده، ربنا بيديك أضعافه وبيديك سبحان الله أضعاف مضاعفة من الحسنات، بعكس لما تطلعه في رمضان. الكل في رمضان بيطلع، لكن الميزة انك انت تطلع في الوقت اللي ما بطلعش فيه حد جنيه، لان احنا عندنا 11 سنة طول شهر، 11 شهر طول السنة غير رمضان. ورب العزة سبحانه وتعالى دايما في آيات القرآن، يعني احنا عندنا في آية رقم 10 في سورة المنافقون، رب العزة سبحانه وتعالى بدى فيها الصدقات عن العبادات. يعني الآية دهيت بتقول فيما معناها ان واحد عزرائيل جاله ياخد روحه، فقال له يا رب لولا اخرتني لاجل قريب. فرب العزه سبحانه وتعالى هو عارف، هو عاوز، هو عارف الغيب ويعلم ما في الصدور، ولكن الحكمه في الايه بتقول له طب اخرك ليه، انت عاوز تتاخر ليه؟ لولا اخرتني لاجل قريب فقال لا اتصدقن واكون من الصالحين. هنا شوفي رب العزه والايه الكريمه بدت الصدقه عن أعمال الخير والتقرب لله والعبادات اللي هي وأكون من الصالحين. ولكن رب العزة كمل الآية، كملت وقالت لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فهنا المدلول بتاع الآية بتقول للناس أن الصدقة أفضل من الصلاة، أفضل من الزكاة، أفضل من الصوم، أفضل من كل العبادات. الآية رقم 87 في سورة البقرة أيضا بتؤكد ذلك. الآية بسم الله الرحمن الرحيم بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب. شوف بقى، وآت المال على حب. المرتبة اللي هنا إيتاء المال هنا على حب، يعني أولا في لها تفسيرين، إن تقرب إلى الله وطاعة لله، والتفسير الثاني ان انت تطلع الصدقة وانت فرحان وانت مبسوط. ده المرتبة الثالثة اللي هو آتى المال على حب. بعد منها قال وأقام الصلاة، بعد أقامت الصلاة قال وآتى الزكاة. شوف القرآن والإعجاز بتاع الآيات القرآنية والإعجاز القرآن. رب العزة بدى الصدقات وتطليع المال عن الصلاة والزكاة في الآية في سورة البقرة هي في 87، والآية رقم 10 في سورة المنافقون. طيب انتوا طبعا لسه بتدرسوا الحالة وكده، ولكن مؤقتا هتقدروا تعملوا حاجة او هتبعتوا حد، او يعني علشان البنتين والمدارس والست اللي موجودة؟ هو احنا مؤقتا بنعمل إعانة فورية بحيث يمشوا نفسهم لحد ما بندرس وبنعمل لهم مشروع. يعني انا بنديهم مبلغ، هو طبعا المشروع قائم فبيبقى افضل طبعا، افضل بكتير، لان الفقير الفقير بالذات لو حضرتك اديت له جنيه اديت له 10 هيصرفه على الاكل. لكن لما بتعملي ليه مشروع، يعني المثل في الصين بيقول علمني كيف اصطاد السمكه ولكن لا تعطيني سمكه. فهو ده افضل شيء، ان احنا بنعلم الناس ازاي تشتغل. زي طارق كده، اما انا اجيب له 1000 قطعة ملابس بلزمه ان هو لازم يبيعهم علشان يجيب جنيه، والجنيه لازم يعينه علشان يجيب ملابس بضاعة تانية. فانا بعلمه ازاي يصطاد السمك، وفي نفس الوقت لما البضاعة تخلص بيكلمني علشان اوديه للمصدر بتاعي يجيب رخيص. فانا بقول للسادة المشاهدين اللي يقدر يحط ايديه في ايدينا علشان نعمل مشروع للأسرة دهيت، ارقام التليفونات على الشاشة كلمونا، وتأكد ان الصدقات افضل من العبادات. مش انا اللي بقول كده، ده الايات القرآن الكريم ورب العزة وسيد الخلق سيدنا محمد هم اللي قالوا لنا كده، الف صلاة عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل بقية الحلقات. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم قعدة صبايا. يمكن كفاية زعل شوية بقى ونروح لإنجاز من إنجازات مؤسسة أهل بلدنا. أستاذ حسن، إيه الإنجاز اللي معانا اللي جاي؟ إحنا كان معانا الحلقة اللي فاتت، لو السادة المشاهدين متابعين البرنامج إن شاء الله، كان معانا الحاج محمد راجل كفيف وبيعول أسرة مكونة من زوجته ست كانت عاملة عملية، ومعاه خالته ست مريضة، ومعاه والدته وابنه الصغير، وبرضه كانوا ظروفهم تحت الصفر، وللاسف بقى ما عندوش مقومات الحياه، ما عندوش الحاجات الاساسيه اللي بتبقى موجوده في البيت، الغساله والبوتاجاز والتلاجه، ما عندوش حاجه خالص.
وكان ابنه برضه ما كانش عنده لبس. الحمد لله انا نزلت جبت له لبس على مقاسه وجبت له الحمد لله شنطتين لبس والله. انا يعني رحت بنفسي. احنا نشوف دلوقتي طبعا طبعا. والحمد لله قدرنا دلوقتي بنتابع مع مراته بعمله عمليه ومتابعين معاها الحاله المرضيه بتاعتها ومتابعين مع الناس لسه ان شاء الله عشان نعمل ليهم مشروع كمان يقدروا يعيشوا منه ان شاء الله. بس خلينا نروح نشوف الاول الحاله ونرجع ان شاء الله. يلا كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك بلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. انا بشكر كل واحد ساعدني وبصلي بعين الرأفة لالي ولأمي ولخالتي ولوليتي وللعيل الغلبان ده لان احنا تحت من الصفر وربنا يخفي كل واحد شر المرض وما يجي عليه. كل واحد بيساعد واحد غلبان وبشكر البرنامج لانه برنامج صادق صحيح والاستاذ حسن ما يمشيش الا في الصدق. الله الوكيل وربنا يجازيه كل خير ويجازي اهل الخير زياده خير على خير ويخفيهم شر المرض. مش اقدر اقول اكتر من كده. ربنا يا شيخ يجازيك خير ويجازي الناس دي. انت احنا في اخر الشرقيه يعني مشوار بتهيألي لو واحد غيره مش هيجي. انا جبت كمان لبس جديد لمحمود. امسك قيس ده عليك كده يا محمود. تقولي للناس اللي وقفوا معاك بقى الله شكرا لمساعدتهم واشكرهم على كل حاجة هم ساعدونا فيها. كتر خير الناس بجد يا اهل الخير. يعني الفرحه اللي دخلت على الاسره بسيطه. شايفين الفرحه على الاسره وعلى حتى الطفل الصغير شايفين الفرحه عامله ازاي عليه. بجد ربنا يجعل في ميزان حسنات كل واحد اتبرع للحاله دي النهارده. يمكن ختامها مسك. حبينا ان احنا نختم النهارده بالانجاز اللي حققته مؤسسه اهل بلدنا والفرحه. الناس ما كانش عندها ثلاجه ولا غساله. الطفل اللي ما كانش عنده هدوم يعني واحنا داخلين على فصل الشتاء والبرد ومش هدوم. يمكن مؤسسة أهل بلدنا لمتها من التبرعات. لا دي نزلت اشتريت له هدوم جديدة. أستاذ حسن يعني الفكرة والحالة يعني احنا كنا الحالة دي تقريبا احنا كنا لسه زي عينها يمكن تقريبا من شهر من أسبوعين من أسبوعين تقريبا تقريبا ان انتوا تتحركوا بسرعة. يعني ما هو مقومات الحياة ده هي الأساسية. هي ناس عذرا اللي هي اتبرعت كمان للحالة كانت بتطلب الحالة بعينها او طبعا في حد بيتبرع بيقول انا عاوز الجنيه ده هو يوصل للحالة ده. وفي حد بتبرع يقولوا انتوا مثلا شوفوا الحالات اللي اشد احتياجا ادولها الجنيه ده هو. ولكن احنا في المؤسسة محمود الطفل محمود ده هو ابن الحاج محمد وانا بصور معاه الحلقة اللي فاتت قال لي انا ما عنديش غير الغيار ده هو وغيار تاني. فبصراحة انا زعلت جدا والجو برد. انا بقول له يا ابني ما تلبس حاجة تقيلة عليك من البرد الجو ساعة ما فيش. فقال لي انا مش عندي غير ده. قلت له ما عندكش غير الغيار ده؟ فقال لي فانا والله انا نزلت بنفسي جبت له شنطتين اتنين لبس شتوي وصيفي على جديد. انا زعلت قوي. وانا كمان حتى بستغل فقره النهارده وبرنامج النهارده انا مبسوط جدا من الدوله اللي بتعمله لاخواتنا واهلنا وتنميه
ورفع كفاءة البيوت الفقيرة والناس الفقراء. احنا كلنا شايفين الفترة دي الدولة كلها الدولة كلها ولا الشعب. احنا طبعا لازم طبعاً كمان من ضمن المساعدات هم شغالين في حاجة, واحنا برضو لازم نساعد اخواتنا ولازم نساعد اهالينا ولازم نساعد اهل البلد طبعا ولازم نشوف الحالات. يعني الحالة دي الواحد بجد انا فرحانة ان الحالة دي حصل معايا كده, وان انا بختم بيها, وان انا قد ايه شايفة الضحكة والبسمة بعد ما كان في اكتئاب عند الناس, التفاؤل, كمية التفاؤل اللي طالعة من الناس وفرحتهم بالحاجات اللي مؤسسة اهل بلدنا كانت موفراها لهم, والطفل الغلبان اللي قدر ان هو يبقى فرحان باللبس بتاعه. استاذ حسن انا بشكرك جدا جدا جدا, للاسف وقت حلقتنا خلص. شكرا يا ريم, وان شاء الله نشوف حالات اكتر والناس تقدر تساعدها بالارقام اللي ظاهره على الشاشه, ونشوف الانجازات اللي مؤسسه اهل بلدنا هتعملها بعد كده للاسر المحتاجه او للحالات اللي انتم بتتواصلوا معاهم وبتروحوا لهم حتى لو في اخر الدنيا. يعني الراجل بيقول انا كنت فاكر ان انتم جايين تعملوا شو اعلامي وان انتم تصوروا معانا بس ما كنتوش هترجعوا لنا تاني, انا ما صدقتش ان انتم بتكلمونا وبتقولوا لنا احنا جايين لكم يوم كذا وان احنا هنعمل معاكم كذا وجبنا لكم كذا. هو طبعا ما كانش مصدق لان مشواره بعيد جدا, كان فاكر ان فريق مؤسسة اهل بلدنا والاستاذ حسن وفريق الاعداد بتوجه طبعا بيهم لكل الشكر ان هم قدروا ان هم يروحوا لهم تاني وما استتقلوش المشوار ودوروا على حالة جنبهم. انا بشكرك استاذ حسن للمرة تانية, شكرا ليك وشكرا لمؤسسة اهل بلدنا, وانتظرونا الاسبوع القادم من قعدة صبايا. باي باي.